وتقترب الخطى من رمضان. أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها، فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان". ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها قال الشيخ الالباني ضعيف جدا او موضوع وحديث خمس ليال لا ترد فيهن الدعوه اول ليله من رجب وليله النصف من شعبان وليله الجمعه وليله الفطر وليله النحر قال الشيخ الالباني موضوع قال الشيخ ابن باز رحمه الله كل الاحاديث الوارده فيها موضوعه وضعيفه لا اصل لها ثم اذا جاء اخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها، أو كان في قضاء رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير".